المشكل ديال المرافق ديال المشكل ديال النفايات الى غير ذلك. الكلام الذي سمعته من عند الاستاذ ناديه راه ماشي صحيح. الرئيس لم يمتلك الشجاعه لكي يسترجع المرفق. تذكروا ان السنه الماضيه جبت لنا خبر كيقول بان بيئتها نزلت على المرفق. بمعنى ما كانش عندنا لا الجرأه ولا الشجاعه. المجلس قامت في الايدي وحينما عجزت بيئه عن تدبير الملف هي سيبت وهي اللي نزلت عليه. ما جبناش في الوقت اللي كان المجلس بغى يجيبو عجز بالاغلبيه والمعارضه وكان ضعيف الخيال على مستوى التناول القانوني لهذه القضيه هذه. وقلنا له في عده مرات على ان الطريقه التي تتعامل معها هيكو طريقه قاصره وطريقه فيها مجموعه من عوامل ديال العجز ديال مكونات المجلس جميعها. لا نصوروا ان بعض اوهام النصر كنصوروها على انها نصر تدبير الحقيقي. بيئه تخلصت من الملف وحنا استرجعناه قبل ما انتصرنا على الناس. البيئه هي سيبات وهي فيها المصيبه والطريقه اللي كنضبطوا فيها دابا طريقه على كل حال. ارجع للمشكل ديال القضيه المعروضه للنقاش. صراحه هو اذا لم تخني الذاكره الماده 32 من القانون التنظيمي او 31 في المنطقه هذه يتحدث عن دور المجالس الجماعيه الجماعه الترابيه في تدبير الشان التربوي والعنايه بالمؤسسات والارتقاء بها من خلال اقتراح رؤى كتبان لها صالحه وايضا من خلال تفعيل منكره صادره مشتركه بين وزاره الداخليه ووزاره التربيه الوطنيه ان الجماعات الترابيه تشارك في تدبير المؤسسات من خلال القوى الاقتراحيه من خلال المجالس خاصه مجلس التدبير. انا متاكد ان الجماعه الترابيه بمدينه عرائش لم يسبق لها ان حضرت اي جلسه داخل المؤسسه ديال مجلس التدبير. اكثر من ذلك السيد الرئيس هو اننا الان كنوضعوا سيرك سيرك بكل ما يحمل الكلمه من معنى صداع عوامل ديال مشاكل كامله بجوار مؤسسه تعليميه. واش كان معايا قرار معايا تصنتوا على الموسيقى. انا كنت كنظن ان هذا السيرك هذا من باب على الاقل هو توضع الطلب ديال السيرك توضع في الوقت اللي الجماعه اللي الاتفاقيه طرحت على المجلس وعلى احترام لهذا الشكل. ولكن ممكن السيرك ماشي بالضروره يكون في ديك المنطقه هذه ماشي موسيقى اخرى. دابا انت كيقراو والموسيقى مع بالهم يخرجوا من الاستراحه يمشيو للسيرك يوليو يدخلوا القرائن يقراو. هذا الشيء سيدي الرئيس اسمح لي راه ما عرفتش تسيركم. وبالتالي انا اعتذر ان وضع السيرك في ديك المنطقه هذه هو ضرب الحق. هو شنو الفوضى؟ هو الفوضى اللي كيعرفها المجلس هي الفوضى اللي عاشت حتى لي باركي ديال السيارات. ما كنعرفوا ناس تحرموا من بعض المناطق فقط لان احد السيد احد الناس اللي عنده علاقه باحد اعضاء المجلس قدر يقنعوا انه ياخذ واحد الباركي على حساب